وظفك؟ ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له، توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له. الظاهر ما بتفهم ما في عنا وظايف، حتى لو كنت معلم يا ما عطرزك شايف. طيب وظفك؟ انسى ما وظفني. عرض كتافي فرجيته مع وجهي دغري عالبيت، دي جونتيري تكيته وأظان المي حمات. بسرعة غليوا الميات ورح أعمل غلو غلو، والهيئة باقي بالبيت وسافيتي بدي بلو. هيدا البلد دايما هيك وعلى شكله شك شكله، قلت رخية ومد إجريك أحلى شي ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت ما وظفني. يسلموا حبيبي. ممنون. لا لا يسلموا. لا لا وايف لا وايف وايف لا لا صحيح. لا عويناتي هيدا انا بلوك ايه اخذنا ما عندي بتاعي انا نسيت. يسلموا. شو بك راكب؟ ما بعرف هيك بعمل رياضة اوقات. اه يا شو عم تنقي؟ شو عم تنقي؟ شو ما عملت معك ما بخلص؟ لك عم تعاوى على اساس وعدني شوبينج شوبينج جايب لي معلبات، معلبات اسمه شوبينج. ايه هيدا شوبينج؟ ما قلتي جاي على بالك السمك؟ ايه هيدا السردين يا حوا، هيدا السردين من شو بيشكي هيدا؟ مش سمكي ايه؟ جايب لي يا علبه بدل ما تروح تطعميني سمك طازه، وجايب لك طن تشكيلي هول بدكم تاكلوهم بعد 15 يوم تخلص مدتهم، اوعي ها. انت ويا انت انت والكل بدك تاكليهم احسن اطرقك على جوزتي. طب خلص ما تجرصني بقى. هلا ما بتشوف وما بتعرفي شو انا شو انا لوين جايبك؟ لوين؟ طلع حواليك ملحمه؟ لحام ايه؟ رح ناكل لحمه؟ ايه طبعا رح تاكلي لحمه. حياتي مروان انت حياتي. ايه شو قلك من زمان ما اكلي لحمه يعني؟ ايه ايه لزمان ماني اكلي لحمه. يخرب بيتك، الله لا يوفقك، من 9 أشهر ونص جايبه وقية ونص كفتة مطعميها الك ولاهلك، شي عرايس، شي شوي، شي قراص. وقية ونص وقية ونص جاي تزلنا انا واهلي؟ ايه ما اكلتوها وقتها بعدها طعمتها تحت لساني. طب خلص بقى يا مروان من 9 أشهر عم تربحني فيها جميله. هلا خلينا نفوت ونطلب. يا لطيف يا لطيف المفاجآت جوا. يلا قربي. قرب قرب فوتي. طيب فوتي لعما بقلبك فوتي. بونجور. اهلا اهلا. مرحبا مرحبا. يا الله معك معلم نعيم. اهلين الله يحفظك. كيفك؟ اهلا اهلا. اشتقت لنا كثير. عم بشوفكم. جايين نخبصها اليوم. ايوه مش غلط، خبصه كبيره. يا اهلا وسهلا. معلم نعيم عمول معروف، بتعطيني وقتين كفته؟ على راسي تكرم عيني. بتشوها؟ طيب بلا كفته خلص لانه اكلنا كفته من 9 أشهر. وقتين سودة عمول معروف. يسود عيشتك. طولي بالك طولي بالك ما تهري هلا حسابي كله نتفه نتفه. طيب ماشي الحال. شو بصلي؟ كيلو مفرومه. كيلو يفرموكي يفرموكي فرم هيك على السيخان يطرقوكي. هلا على دوري بدك تاكلي مروان. خلص بقى عيب. ماشي يلا مروان معروف. واثنين كيلو ونص هبره. هبره تكرم عين. بعت لك مين يهبرك؟ هبر بعت لك مين يهبرك يا مروان؟ هبره او صرت بدك تاكلي هلا هبره؟ اي بدي اكل هبره. طب شو بدك اصلي على المظبوط؟ يلا شو طب خلص اعطينا شقف. شقف قد ايه؟ ان شاء الله بيطرقك كم يوم بشقفك شقف الك ولاهلك. لك العمى بقلبك من هلا شقف. لك يا مروان انت بدك تجلطيني انت؟ خلص يا خي اعطينا كيلو راس عصفور. راس عصفور؟ راس عصفور؟
والله بدي اجيب عصافير تنقودك من فوق ومن تحت ما يخلوا فيكي ولمسين جلد هالقد. ما قلنا شو جايبني لهون؟ انت جاي تزلني قدام الزلمه؟ جاي اسخى عليكم. وين سخيت؟ عندك جلامي؟ جلامي؟ شو يعني جلامي؟ اوح 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 حو حو ولا سمع بجلاميك العمر بتاكليهم انت واهلي؟ انا باكل جلامي انا واهلي؟ لا طبعا ولا الكلاب ياكلون هول الجلامي انا عم بخلي لهم شو؟ للكلاب؟ ليش نحن عندنا كلاب مروان؟ ما عندنا كلاب؟ لا ما عندنا كلاب. ليش خيك بالليل شو بيعمل؟ ما بيعوى؟ ليه؟ شو بيعمل؟ قولي لي شو بيعمل؟ ما بيعوى. مش فقنا عليه عم يعمل واو واو واو. طيب بيعوى. والله طارقوا عظمي هالقد، عظم عندك عظم؟ في هيدي بعد بدي زبتها كانت هيدي بدك اياها. هيدي بنعمل عليها عظيمة بنجيب كلها بيت الرقروقي عليها بتتركها هلا هل بتعطيني ثلاث أربع عظمات بتحطوهم ليك؟ رولا طلع فيي منيح؟ رولا مثل عم براسي عم بقلبك عم يطلع فيي ليش شبوا لتذوق؟ ايه شميهم هلا انت وخذيهم جوا هول العظام اللي بجيبهم هلا بتسخني خلقيني هالقد تبع المي المغلي شو هيك؟ خلقيني مي المغلي منين عم بتجيب لي هالتعبير من ايمتى كنت تحكي هيك؟ بتبقبق المي هيدي شايفها انا وصفي على التلفزيون بتبقبق المي هيك وبتكبي العظام فيها وشوربة بقى اللحم والعظم شوربة عظم اللحم؟ ايه شوربة عظم مخيك شو ما بتكبي فيه بياكل عم بقلبك وقلبالك طب خلص يا مروان بدك شوية هبرة؟ لك هيدي إذا بتحطها بالشوي بدك شيء للشوي هيك حط لي دهن 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 حط دهن طب ليك في هول جلامية بخلي لك اياه ما بدي آكل دهن أنا ولي الدهن لما بنشوي على البلكون بتطلع الريحة ببين إنه نحن عم نشوي عم طعميكم وشربكم العم بقلبك عمي هول بقدو جلامية؟ لك هول بدك تطعمينا مروان؟ ايه هولي حبيب قلبهم بيك هول هولي بيموت عليهم بيك بيتوحم عليهم انا ما بقى بدي اجلب على البيت ايه ظهره ظهري من هون حط لي جلامي وطلعت عظميت وبعث لي اياهم على البيت معلم نعيم 3000 شو 3000 ليره على القليله قلبي ليك معي 1250 وهلا ببعث لك اياهم تاخذهم طيب يا خيي اوكي تفضل هلا ببعث لك العظام روح حط لي العظام هاي كلها شو هالزبونات قولوا مروان عم يسخى على بيت الرقروقه انت كمان شو خصني انا كلنا موجودين؟ نعم حدا المغير ما حدا بيحكي قبل ما اسأله ووجه له السؤال له لا بس لأنه سألتنا إنه ما تجاوب كلنا موجودين ايه او لا؟ ما قلنا لك كلنا موجودين اوكي موجودين. لأنه انا جمعتكم اليوم انا بدي اشوف كيف بدي حلها معكم بهالشكل ليه حدا المدير في شيء؟ ما تسألي انا بدي احكي هلا انا معصب اليوم وجامعكم لانه في شغله كثير خطيره عم بتصير بالشركه ومش مسموح تتكرر نعم. اذا مره واحده بعد تتكرر بينشحط يلي عم بخالف تفضل دموزان عم بايد كل شيء عم بايد كل شيء هلا كله بالمحضر بالاخر بدنا نرجع نطبعهم اكيد مش ناعي ما تعطى الهم اهم شيء لما اتفقنا عليه لما جيتوا لهون قلت لكم بدي الانضباط بدي الاحترام بدي الشغل بجديه صح بدي ما يكون عملنا غير هيك ما تحكي يا عمي ما تحكي بس ما شايفتي طيب تفضل الشغل بجدية شو يعني الشغل بجدية؟ يعني بتتعاطوا مع بعضكم باحترام بتتعاطوا مع بعضكم كموظفين مش بهرقة ليش شو نحن من أين؟ مش بهرقة يا الله نحن ولا مرة منا فتحين بار هون لأن بار نعم رح يصير بار عشوائي نعم لأنه إيش أنا عم بتصير هون كل العلاقة بإيش أنا بطيئة هي قصة التحرش حدا بهالشرق في تحرش من الشركة في عم بيجي أنا ما يا دو يا دو ما تحكي عم بيوصل لعندي أنا شكاوي دو عم بيوصل مزبوط أنا عم بيوصل عندي شكاوي عم بيوصل شكاوي إنه عم بيصير في تحرش نعم. هلا البنت اللي عم بتحرش فيها الواحد ما رح تجي تقول على صوت عالي أنا عم توصل لنا هون بس نحن حد المدير ما حدا تحرش ما دو أنت بتروق شوي ما عليه أري انت في عندك شكوى هون انه انت كنت عم تحرش بزميلتك هي وفاتها على التواليت هي وفاتها دقرتها شوي من ورا هيك مدري كيف قرصتها لا الله يعطيك قرصتها او ما قرصتها بلا قرصتها يعني قرصتها الله يعطيك عافية محطوط هون استاذ نعيم التاريخ والوقت أوكي. بالتحديد هي قالت هي سألت هي قالت وصلتني شكوى لهون هيدي اذا بعد شو بعمل لها مدير شو كيف قرصتها هي كثير كمان ما بتقرصها ما بتدقرا ما بتقرب صوبها طيب هلا سمير سمير انا يعني ايه انت يعني خير اللهم اجعله خير وصلني شكوى لعندي حضرتك ايه في عندك صديقه هون زميله ايه نطرتها هي وعم تشتغل زتيت الملف على الارض اصلا تتلمه لانه لابسه قصير تيتفرج عليها وتيقرب صوبها يا عيب الشوم عليك يا كيف بتقرب صوبها لزميلتك عملت هذا الشيء ايه ساعدتها بالملف عم لم الملف في الكاميرا ما قسبت هيدا الشيء بفيديو كيف كان مفوكس عليها هي وطابعه شو مفوكس ما مفوكس على شيء يا لطيف نعم
يا لطيف في كثير شكاوي اصلا بهذا يا لطيف عم بحكي معك انا ادمي استاذ ادمي يا استاذ ما هو شكلك بيوحي انه ادمي انا كثير ادمي في وحده ضليتك معها لبعد الساعه 9 بالليل ليه كان عندكم شغل زياده هون مثلا هي عندها شغل انت شو كان عندك هي طلبت مني لك ما تشارع وخلص ما تشارع هون حما بقلبك بقيت معها لبعد انا لو ماني متاكد انه عم يصير في تحرش وانا هيدي الشغله الوحيده يلي ما ممكن اقبلها بهالشركه من هلا ورايح نعم شو عندك لا خلص انه مثل ما بدك مثل ما بدي انا عم بتعيد كل شيء من هلا ورايح اذا بدي اسمع باي نوع شكوى تحرش دغري بنشحط على البيت لا تعويض لا انذار ولا شيء خلص خلص فهمتوا كلكم انا حوزع لكم اياها وححطها بكل الاوض اي شخص بيتحشر بزميلته طرد فوري كثير طيب بس نحن الاداره قلنا استاذ انه انت كمان انا شو خاص ما تحرشتي مره بزميلك انا تحرشت فيه صرت له عيونك حلوين طب بس قلت له عيونك حلوين بس شو معناته يخرب بيتك مثل الحي من تحت لتحت على كل حال تفضلوا كل واحد على شغله يلا ما بدي اسمع بقى باي نوع من هال وهلا هدول دو مذهبك تطبعي لي خليهم هنا ودهرين يمدوا بليز على الورقه برا عم تقرصها قرصتني اي عم تقرصها هي قرصتني مذكره بتوصل عندكم اذا بعد بسمع اي شيء من هالنوع بشوف شغلكم انا بدي اشوف هالشركه اذا بدها تمشي ولا بدها تضلها هيك خلص كل واحد على شغله بقى ليك كيف عصبونا ما كنت قاسي عليهم شوي حضرت المدير لك شو قاسي بدهم اياها معك حق طيب انا حفوت جيب الملف من جوا لحظه اي ملف هلا شو ليه حتجيبيه بتعرف حياتي شو حياتي انت كنت قاسي عليهم شوي ايه بس ما بدهم اياها لانه ايه كثير مش معقول تحرش شيء ما بينطق ايه طيب ليك شو عامله مرتك الليله شو بدك مرتي هلا ايه ليك بدك تجيب هول الفواتير نعملهم هلا مسوي جيب لك الفواتير ايه هلا بعد شوي خلينا شوي هلا بس خلينا شوي شو بتعمل شو بتعمل انت انضباط احترام شغله مشديه تعطوا باحترام يعني مش مسموح يلي اذا بتتكرر طرد فوري مرحبا اهلا عرفتني لا انا ادغار خيي لهدى ادغار خيي لهدى هدى جارتكم ادغار خيي لهدى شرف تفضل تفضل عسل حبيبي شو قصته هيدا حلو كثير العمى 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 ايه تذكرتك ايه ايه تفضل عم بزعجك لا ابدا تفضل خير هذا نفس الكتاب اللي عم تقراه بعدها؟ لا غير واحد تفضل كنت انا عم بحضر ماتش فوتبول على التلفزيون نعم. انا عند هدى منا هون ايه فهمت فبعد في باقي خمس دقائق من انت راح الكيبل عندك؟ لا ما راح عندي هو شغال؟ ايه شغال لانه عم بحضر الماتش بعد في خمس دقائق راح الكيبل فقلت انا بركي بجيب بكفي على الخمس دقائق بس من الماتش عندك في ازعاج؟ لا ابدا ما في ازعاج بس انه خمس دقائق هو بعد في خمس دقائق خمس دقائق خمس دقائق بس لانه راح الكيبل شرف ماشي الحال في ازعاج ابدا تفضل اهلا وسهلا اعتبر البيت بيتك ميرسي اكيد ولا يهمك ولا يهمك عبيد اهلا وسهلا فيك عبيد يلا يلا حياتي جيت مين حياتي دق الباب حياتي هيدا ادغار خيي لهدى مين هدى لك هدى جارتنا ولو ادغار عرفتي ايه وشو بده ما شو بده طولي بالك ليش بتفوعي دغري ها شو لك عم يحضر ماتش فوتبول على التلفزيون وراح الكيبل من عندهم وبده يكفي عنا بعد في خمس دقائق لك لشوفه وبده لك طولي بالك شو انا شو قصدي انا قصدك انت استحيت منه انه بعد في خمس دقائق قال لي خجلني قلت له فوت لك الله يستعد عليك انت وياه لك طب خلص هلا انت ليه هيك ليه هيك خمس دقائق بيقطعوا صريح منهم دقيقتين خلصنا خلصت فوت لجوا فوت بدي اشوفه طيب وينه؟ يا حوي حرام قاعد هون بتحش اللي عليك حرام خلص خلينا نشوف هلا العمى ليش عم تعمله؟ العمى بقلبك شو عم تعمل؟ يعني هذا عم نأرجله ليش؟ ليش؟ ليش زيت على الأرض؟ عم نحضر الماتش ولي أي ماتش ما بعلمي قلت لي باقي خمس دقايق ما هو خمس دقايق من أول ميتان بعد في تاني ميتان ايه شو يعني؟ يمكن يروحوا على اكسترا تايم وبنالتي يلا ولي عم تبزي أنت كمان؟ نزل رجليك على الطاولة عم بقلبك عم يقوم وظهروا من هون مين هون أصلاً؟ هون فاتي لأن عندك بيرة بالبراد كان بده بيرة لك أي بيرة قوم أنت وياه لك بربرك عزرائيل أنت وياه قوم ولا قوم قوم من بيتي قوم لقلك قوم 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 مزحلق طالبين دليفري أنا جاي البيتزا لك العم بيتزا بعينك ب
ظهر من هون انت وياه بعد الله عتها بايدي شيلها من ايدك شيلوا لك قاعدين مثل الصحر يعني بالشوم عليكم هيك بتعملوا ببيوتكم ظهر انا ما حبيت لهجتكم ابدا ما حبيت لهجتنا لكن احنا حبينا الوضع اللي انت عامله قاعد يعني بالبريه انت وياه ظهر من هون على كل حال انا رح لك شغله احنا فايلين انا ايه فايل خلصنا بس اذا عرفت هدى رح تزعل كثير لك خلصني منك بقى هدى ظهر بقى خلصنا بقى منك ظهر من هون عم بقلبك عمي ظهر ما تدعسوا عليهم لك ظهر 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 العمى بقلبكم اللي قاعد على الطريق بينظف منكم ومزلط كمان دغري بيشلح يلعن لك العمى بقلبك ظهر شو؟ شو؟ ما بغشك اه والله قلت لك قد ايه بتعطيها وقت؟ يوما انا يوم لك اعطيني اربع ساعات انا ساعتين لك انا اللي ما بغشك انا وبنص ساعة كمان شو مضيع؟ يبنى يبنى شو مضيع نعم؟ استاذ؟ كيفك؟ مرحبا بتعرفون؟ اهلا عم بس في محل ابو رزوق للخردوات بتعرفه؟ محل ابو رزوق للخردوات ايه بعد كتير بي والله ابنه ما هن اثنين مبارك في بقى انا بدله انا بدله بدله على المصدر على البي هيدا مش هون هيدا على فرهود بدك تروح على فرهود وين فرهود؟ فرهود ليه عم تبعتوا على فرهود؟ هو فرهود منطقة فرهود برمي عليه فرهود بتروح خيي من هذا الشارع الصعفص الصعفص بتعرفها وين؟ شو الصعفص؟ منطقة الصعفص روح على السقسوقية السقسوقية؟ صعفص السقسوقية لا يا زلمة بلا على السقسوقية السقسوقية مسكرين الطريق أولا ما هي بأولا زنايخة عفوا؟ زنايخة زنايخة شو زنايخة؟ زنايخة معروفة شو منك من هالمنطقة؟ رقروقة هذا الفرن رقروقة زنايخة كشميرية زي لقون زي لقون؟ يا خي سحمول تعرفها لسحمول؟ وين أخذته على آخر الدنيا؟ لك أنا مش زيرقية غير ما في أشغال هونيك في بده سنة تيوصل خي اسمع مني بتروح على الصفصوفية تعرف الصفصوفية؟ لا سمع 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 عندي عندي فنجيرة بيرقون بيرقون ايه ما بيعرف شي هذا هون طيب يا خي على الزحلوطين روح على الزحلوطين واسال هون زحلوطين ايه وصال على الزحلوطين خي لحظه ليك هلا رح خلص سهل له ايه قل له يا خي في نزله هون اسمها نزله السكسك فعص في نزله بعرفها سكسك فعص هي اسمها اسمها سكسك فعص ايه اسمها سكسك فعص وين الفرايدي بلزق الفرايدي في سكسك فعص عرفتها وين؟ عرفتها وين؟ لحظة خلينا ندله خلينا ندله خلينا ندله كيف هربتوا من المستشفى مشان بعرف كيف هربنا من المستشفى؟ كحفشلوني روح يا عمي بتعرفها كحفشلوني وينها؟ فركشون روح على الفركشون بقلوا لك كحفشلوني بتعرفها وين؟ ليه بتعرفه لا؟ يا عمي هذا ضيق علي هذا جيب لي أكبر من حد المخمخ مخمخ عون حد المخمخ عون ما بتاخذها؟ لا ما بتاخذها حد المخمخ عون شو مجانين شو بدك فيه خلص حد المخمخ عون قلت لك وخليه يدبر حاله شو مضيع استاذ راح محل ابو رزوق للخردوات قلت لك وين مش هون وين بتروح على الدردريه ها دردريه صح شارع الشقال صح حي المهموم اول مفرق على اليمين يا حرام شو هذا ما شو روح روح خليهم ياخذوك روح على الكعزوليه كيف هربت على الكعزوليه في ليه كعزولية؟ ليه كعزولية؟ ليه كعزولية؟ ليه كعزولية؟ ليه كعزولية؟ ايه؟ انت عاملة هيدي الدعاية شي؟ لا تشبهني؟ كثير تشبهيك بس انت أحلى ياي بشو؟ مرسي تانك يو شطورة الدكتورة؟ ايه كتير شاطرة انا عم تابع وضع وجهي عندها يعني والله؟ وانت بنوت؟ انا جاي معه وانت؟ جاي افحص بشرتي كمان تفحصي بشرتك؟ دخيل بشرتك مين خد خود؟ مرحبا بشبوشك بشبوش موريس؟ وجرع فسول طول بالك اهلا شحن يا اهلا موريس كيفك يا محاسن الصدف ايه موريس شو مبين هون شو عم تعمل هون جاي عند دكتوره رولا حكيمه الجلد اه ايه قالوا لي شطوره قد ما بدك قالوا لي عنا شاطره انا طالع لي هون حبه مقلوبه بدي اسويها هلا تفحص لي احسن ما تورم انت لشو صاير معك انا لانه كنت صار معي قصه قصه شو بتعرفها لسلمى سلمى ايه بعرفها كنت انا وياها نزلنا على الحقله هذيك اليوم
ما هني عندهم فوق بالجبل عندهم الجنينة والجل تحت. ايه مظبوط. ايه شو حلو الجو فوق يا عفسون. ايه شو عملت هنيك معنا؟ تسلم. بس شو عملت؟ نزلنا انا وياها قاعدة رومانتيك. فرشنا الحصيرة وهذا النسيم العليل عم بيه هوا. ايه رايح جاي. ايه فعبقت. تعرفها انت مهضومة كتير من الغنوشة سلمى. سلمى. ايه انت شلحت كلني بالضبط يا لطيف. وجيت بدي اعفشها. ايوه. انا بدي نط عليها ضربت ايدي بالغلط بأفير نحل. يا لطيف. طاروا النحلات واجت نحلة منهم على عينك. لا يا ساتر. اجت عقصتني بالمكان المناسب. يا ساتر. وجعت؟ وجعت كثير عفسون. حطيني لها توم. ومش كذا بس بعدها ورماني. خليني فرجيك. لا طول بالك شو بدك تفرجيني تفتح الدنيا كلها ليك العالم بهدلتنا. فرجيني هون قدام العالم بس لتاخد فكره. الله يعينك. مصداقيه. الله يعينك. هذه بتصير تنقز عليك بالليل هلا. يلا منين سلامتك. ميرسي. مسيو موريس. انا تفضل. شرف. بالاذن. ايه اسمح معك. بدك شيء هيك هيك؟ لا شو بدك تحط ايدك معها؟ لا حط ايدك معها. تفضل. اهلا وسهلا. بونجور. سافا؟ سافا. اهلا وسهلا. خبرني شو بيك؟ خليني فرجيك اول شيء. لأن عصتني النحلة هون. ليكي كيف ورم. اوه شو هذا؟ اوه اوه شو شبيك؟ كتير كبير؟ كتير. واو. طب شو منعمل إذا هلأ هيك صلوا شي جمعة هيك ما عم بفش؟ خليه هيك. ليه بدك يفش؟ يف. لحظة لحظة. خليك شوي خليك شوي بليز. صبايا بتحبوا تشوفوا شي كتير كبير؟ أنا بحب. يلا قوموا قوموا تفرجيكم شيء بيطير. تفضلوا تفضلوا لجوا. تفضلوا. بس شو بتحب تفوت؟ أنا لهون بدي فوت. أوكي لحظة. العمى بيقرب. شايفين شيء بهالحجم؟ أبدا. واو كثير حلو. طيب شو بدي أعمل؟ لو عم روعات ما بتعمل شيء تفضل معي خليه هيك مثل ما هو. خليه مثل ما هو. شو بعمل؟ خلص ماشي تعا. حصل ثيابي؟ إيه يلا البوس البوس. تفضل تفضلوا. تفضل تفضل. اوعى 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 تعمل شيء. اوكي بس خليني. وبنصحك نصيحه. رح يفش. رح يفش. ايه. قبل ما يفش بتروح لهونيك محل ما كنت. وهالمره بدل ما تخلي تعقصك نحله خلي يعقصك دبور. سوري معلش سكرنا اليوم مضطرة. عندي حبي هون. معلش تعب بكره لانه رايحين مع موريس هيك عنا عنا مشروع صغير يعني. انت طب شو صاير عليك تشلح بالزبط وتعصك النحله هيك مشان شو هون؟ مشان النسوان عالسول. يلا تفضلوا 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 قدامي. ميرسي. سوري مسيو بتجي لعنا بكره بدي سكر ال. ايه طيب بس وين هيدي؟ لك طب انا ما في الا بيعقصني البرش نازل علي. لموريس لوين هيدا الوكر؟ ميرسي مسيو كلك ذوق. تعب بكره. لا 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 ورايحين واخيرا. كثير كثير محمس. حلو. انا كثير محمس. كثير اكسايت. واو وصي رح نقضي. شب صار شب عم برونزاج. انت ولا انا؟ بدي صير اسود. اوكي بدك تضرب علي؟ هيدا اللون اللي بدي بحبه ابدا. بس خلي بليز اتاكد كل شيء هون. اوكي انا رايح اغني. بدك تغني هوري؟ انا بغني وبي سجاد. سؤال بليز. بجدي الفازلين اخذته؟ شو حياة الفازلين؟ الفازلين؟ اخذته كرمال الشفايف. اخذته يا حو حاطه هون. اوكي شايفه؟ والزيت وكل شيء. اوكي سؤال. شو في؟ اخذت الجزر؟ جزر مش شو؟ عشان اللون. مشان اللون. اه ايه اخذته اخذته. بالنسبة للخيار شو؟ شو الخيار؟ الخيار مشان الوز. اه مشان الباسكت؟ مشان الوز. الخيار اخذت انا كبخيار بس بركي هوليك هن عندهم خيار كبير. عندهم هالقد الخيار. يا بعقده خبروا يخفي خيار كثير طويل هوليك. يعني شقفة وحدة بتعمل بس كله لحاله للوز. يا 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 ان شاء الله تكون تتي قطعت كروبي. ليش اكونومي؟ ما بحب انا سافر بزنس. نواي ليه؟ ما بحب. ليه؟ بليز خليني نقعد هيك بالبيت. لا بليز في احلى منها بس مش اصلا مش بعيده بكرس. هون فشخه. في احلى منها هلا يطلع واحد شي عتعيد يقعد بيناتنا يعصوصنا تعصوص. احلى منها؟ بسرفك. كثير بسرفك. جبت الميو الزلد؟ ميو الزلد وينه؟ يا حو يمكن هون؟ صف امرك عم تعمل يا حو. اوكي. بس ما حلو؟ ميو الزلد سترينج. بس حلو سترينج. شو بعد ناقص؟ شو بعد ناقص؟ الكبابيت.
كبابيت؟ اه اوكي، جبت انا معي مشان البرد يعني. ايه ايه اه ايه، اخذت ون بيس. شو يعني؟ بيل. اه البيل. ايه اصلا ما رح نعوز كبابيت، ما في شتا. بركي غيمت. ايه بركي بردت. ما بقسم بس بركي 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 عسعست. شو عسعت؟ بركي بالليل لو بتسقع. اه اوكي. وجدت؟ وي بعد بصدق. شو؟ شو جر؟ نسيت التحاميل؟ نسيت التحابيل؟ نسيتهم؟ انا نسيتهم؟ انت ضبيت الشطة. عم تعمل درب؟ يا حنا ما واو. اه وتحبيلتي وين؟ ما كنت لاقي الا اياس ولادة. اه هولز مع رجالة. ما بقسى بسلك فيه. تحبيلتي وين؟ هي تحميلتك. اوكي. وهذا لإلي؟ اوكي. وهذا للقطعة؟ اوكي، كل واحد معه تحبيلتين. ولا لا لا. احلى شيء التحابيل. هلو. هاي تيتي. هاي تيتي. هاي حبيبة. واو شي رح ننبسط كتير، رح تسلى كتير، بحب سيرتي. ايه ما تتحمسوا كتير، ما رح فينا نروح. ليش؟ بتقولي سخنت؟ لك لا. طب شو صاير؟ ما اجوا. مين؟ ما اجوا؟ ما اجوا. ليش بهالوقت؟ ليش حدا رايح معنا؟ لك لا، الفياس تبعنا ما شنغان ما اجوا. كيف بدنا نروح بكنون؟ فياس ما اجوا؟ نعم. كل مننا قلت لك خلينا نندمهم مبكر. ولا كله من وراكم حبيبتي، لانه نزلت تحطوا على انستغرام على السوشيال ميديا انه نحن رايحين على ميكروس، طرقونا عين. نووي في حدا صايبنا بالعين؟ كله منك في حدا عينه فارغه دايما؟ شو ببدأ عبل بده دايما؟ الله يسترنا منه. الله يسترنا منه. بس مين هو؟ بيفي غيره يا حو. برواد. برواد انت صايبنا بالعين. انت يا صايب بالعين. انت يا قصد البلد. شو؟ شو؟ انا برايي بلا هالفيكيشن، خلينا نقضي وقتنا هون. هون بع برواد. ما قلنا بالطيب نصيب مروان. هاي حبيبه جايين لعندك مروان. ما قلنا غيرك. ها ما قلنا غيرك يا غالي. يا مفتري. يا مروان بليز. خدنا فيكيشن. عملنا الشيء. طلع علينا. هذا هو اصل البلد. انت اصل البلد. كله من عيونك مروان. اعطيني كجه. اعطيني مجه. سلمى قالت بدها اياك. سلمى عم تسالني عليك. سلمى قالت مش اياك. سلمى هي بتقول سلمى. ما بدنا نعيدها مثل هذيك المرة. لا يا خلص يا رورو. عبيس يلا حياتي. يلا حياتي. مين اجا يا عبيس؟ شو صار لك عبيس؟ شفتي؟ يلا عبيس. يلا حياتي. يلا جيت حياتي. شوف هي بعدها تطلع، مش عم تطلع منها. هي بس عيطت عباس عم تضحك. ملعن شفت كيف فتحت لي اياها هلا؟ عباس يلا حياتي جيت. مين يا حياتي اجا؟ حياتي هيدا. سمعت الباب دق. هيدا ادجار خيلها. عباس يلا حياتي. مين اجا حياتي؟ حياتي هيدا ادجار خيلها. هدى. مين هدى؟ لك هدى جارتنا. مين؟ احكوا هلا. فينا ناخذ من هون؟ طب هون خلص. يلا وصفك. ما وظفني. هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير، بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير. بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة، مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة. وظفك؟ لا ما وظفني. صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له. توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له. قال لي الظاهر ما بتفهم، ما في عنا وظايف.